تفضل. الدكتور وصل يا بيك. فوتي. تفضل. اهلا وسهلا. اهلين كنعم بيك. سلمى خانم، كيف صارت هلا؟ ما أنا منيحة يا دكتور. ليش هيك لابسة؟ ما بعرف. لقيتهم بالصندوق تبعها وطالعتهم ولبستهم، ما قدرنا نمنعها. وضع ما بيطمن بنوب. ما بيطمن بنوب. رجعت لحالتها القديمة. يا خسارة. مرحبا سلمى خانم. بدي روح السجل فورا. لازم الحصص تبعي. بدي اعطيهم لجميلة. وضع سلمى عم يسوء مع الوقت. بعتقد لازم اخذ الوصاية على اموالها، والا كل ثروتها رح تروح لناس غربة وما حدا بيعرف. اذا راحت الثروة للغريب رح تخسر كل شيء. انا بدي احميها. انا بعطيك تقرير بيشرح الحالة الطبية لسلمى خانم، بس بتعرف حضرتك قرار الوصاية المحكمة اللي رح تقرره بالنهاية. بعرف، وانا اصلا رح اروح على المحكمة فورا. بستأذن، انا صار لازم امشي. ينام بيك. جميل. بشوفك. مع السلامة. مع انه كان فيك تعيشي احلى من هالحياة، بس انت هيك بدك.